طيب، نكتفي بهذه التصاريح حاليا، ومبارك باسمي واسم الجميع أيضا لصاحب المركز الثالث والحاصل على مبلغ وقدره 100,000 ريال. ألف مبروك. عطني الاسم، عطني الاسم. نبارك باسمي وباسم الجميع للمركز الثالث في شاعر القلطة، الشاعر المبدع عايض بن علي اليامي. دولة المملكة عاشت بشارع العقيدة، الله يديم قايدها ويا أهل الوطن. سمع عايض. سمع الله عدوك. المركز الثالث بهذه المسابقة، منافسة جدا قوية، شاعر مبدع أشهد فيك اللجنة، تطور مستواك بشكل ملحوظ. وش حاب تقول بهذه المناسبة لجمهورك اللي راهن عليك؟ أقول أشكر الجميع وأشكر صاحب الفكرة الناجحة إبراهيم بن صالح الحسين ولجنة تحكيم وجمهور، والله يكتب الخير لنا والجميع، وأشكر كل من دعمني ووقف معي في المسابقة هذه. طيب يا عايض، قبل لا تروح، قبل لا تروح، هل تعتبر هذه الانطلاقة الحقيقية العايض؟ هل بنشوفها بإذن الله في ساحة المحاورة خلال الأيام الجاية؟ بإذن الله، بإذن الله. الله يوفق، بالتوفيق يا عايض ولبقية زملائك.